أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم ذلكم خير لكم إن
يعلمون صدق الله العظيم.